نمبر 5 هتكون ايه؟ مستر نمبر 5 هو هي نيجاتيف 1 او نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. وال under 8 يعني والتحتيها يعني. 1 و 7. اوكي ثانك يو. بص يا حبيبي، دلوقتي يا حبيبي انا قلت لك ايه؟ قلت لك لو معايا 5 باوندز ومعايا 5 دولار ينفع منهم 2 بلس؟ لا دول حاجتين غير بعض، هما في الاول وفي الاخر هما كارنس، بس ما ينفعش منهم بلس، عشان انا هقول انا معايا 10 باوندز ولا معايا 10 دولار، هما ما ينفعش يتعملوا بلس، لازم الاثنين يبقوا نفس الحاجه. اوكي، فهنا عندي روت 8 وعندي روت 2، ما ينفعش اقول عليهم روت 10. اوكي، ده مبدئيا هو ما ينفعش تعملهم بلس الا لو هما الاثنين قدرت ان انا اغير الفورمه بتاعتهم من روت 8 لروت 2، لو انا قدرت اعمل كده او العكس. البراكت اول باور 2 ده انا قلت لك عليه امبارح، قلت لك البراكت اول باور 2 ده بيفرق بين الطالب الشاطر والطالب الشاطر قوي. قلت لك بتفك الفيرست باور 2 والسكند في الاخر بيتحط باور 2 والساين اللي في النص، وناخد ال 2 تايمز الفيرست تايمز السكند. مش قلت كده امبارح؟ أيوة. دي انت مطبقه ما طبقتيش عليها. نمبر 1 و2 و3 انت اشتغلتيهم بنفس الطريقه. يعني انت عملتي 5 دولار و5 باونس وعملت لهم بلس. فانت اشتغلتي بالطريقه دي، فده ما ينفعش. فحاولي تعملي تراجع عشان نشوف الايه؟ يعني انت فهمت اللي انا بقوله ولا لا؟ لو ما فهمتيش احنا كده كده هنحل وهنوضحها. بالنسبة للانترفل تبقى انا حليت انه اكس دي على اساس انها نيجاتيف 2 بس هي طلعت نيجاتيف 1. ماشي، مش كده، نيجاتيف 2 و 5 وهنا 1 و 7. انت عملت قسم الاثنين 2 يعني صح؟ ايوه تمام. اوكي ماشي، يبقى هنا 2 و 6. خلاص ماشي، مش كده، هنا اكس انترسكشن 2 محل 4 2 اوف 2 نيجاتيف 2 حد 6. اوكي، الديفرنس طب اشمعنى دي عمل فيها لحد ال 1؟ أنهي؟ اكس ديفرنس إكس تكنس واي؟ لا انت اشتغلت كله، كان البروبلم كلها فيها 2، ليه عملت دي لحد ال 1 ما عملتش؟ لأنه يعني اللي مش موجود اللي موجود في الإكس بس لحد الون، نعم بعد كده بقى ده كومن ما بين الإكس والواي. لا، ما الحد هو الحد 2 بس، 2 اوبن، بس هي اصلا 2 مش موجوده في الواي، هناخدها هي من نيجاتيف 2 لحد 2. طيب لوجيك معايا؟ أنا هبعت دلوقتي الحبر. قدامك قد ايه؟ عشان دلوقتي 5 3 و 16، هي بس دي عشان دي اوكي معاك دقيقتين مش هيعرف. طب ممكن يا حبيبي دايما كل سيشن اي حاجه انا بكتبها ممكن تتكتب انت اللوجيك، اوكي وحط كده نوتس لنفس الحاجات، هبتدي الجزء المطلوب
يعني انا لو قلت ان الجزئيه دي مهمه حددها لنفسك عشان انت هتلاقيها بعد كده. ماشي؟ فاستاذنكم يعني واحنا بنكتب كده ورا بعض، يعني خليكم صراع معايا شويه، واللي عنده سؤال يسال تمام. عشان ما حدش يطلع من السكشن مش فاهم، وفي نفس الوقت بيكتب الحاجه بايدك عشان لما تيجي تذاكريها بعد كده انت فاكره ان انت اللي كتبتي. طيب ايه الاخبار يا لوجي؟ اهو كنت بعد. اوكي عظيم. أنا مستر نمبر 4 ما عرفتهاش. ما لاحظت. طيب بصي، هو انت عندك بس في الانترفال هي هتبقى كلوز مش اوبن اخر حاجه. اوكي. طيب ماشي. بصوا، اول سؤال هنا بيقول ايه؟ بيقول هنا روت ايه؟ بلس روت 2 اول بار. ماشي؟ احنا قلنا امبارح البراكت باور 2 ده مهم جدا جدا جدا. الفكره الاولى ان انا باخد الفيرست اللي هو اسمه روت ايه اول باور 2، واخد السكند اللي هو اسمه روت 2 واحطه في الاخر واقول له اول باور 2، واحط هنا خلاص. هيتبقى لي واحد في الميدل، الميدل ده اخد الاشاره دي انزلها هنا تبقى بلس، واخد التول اللي فوق دي اكتب تول تايمز روت 8 تايمز روت 2. اوكي؟ طيب دي روت 8 باور 2 تديني ايه؟ بلس دي تديني 2، وهنا روت روت تبقى روت 8 تايمز 2. هنا بلس دي روت 2 باور 2 تديني 2. هناخد هنا ال 8 ينفع اعمل لها بلس مع تديني 10 بلس دي تديني 2 روت كام؟ 16. روت 16 بكام؟ 4 تبقى 10 بلس 2 تايمز 2 دي تايمز 2 دي عبارة عن 10 بلس من 8 تديني 10 مفهومة؟ يبقى الفكرة بتاعتي بفك الباور 2 ازاي؟ البراكت باور 2، الفيرست باور 2، السكند باور 2 في الاخر، بلس الاشارة اللي في النص الساين دي حطها بلس ولا ماينس؟ على حسب اللي في النص، هي هنا بلس حط بلس، واخد ال 2 دي تايمز روت 8 تايمز روت 2 وبعد كده يبقى اخذت ال 8 مع ال 2 تعملهم بلس تدوني كام؟ 10، ودي 2 تايمز روت 8 روت 2 تديني روت 16 اللي هي 4، تبقى 10 بلس 2 تايمز 4 تبقى 10 بلس 8 ايكوال كام؟ 18. ناخد اللي بعده؟ واضحه ولا ايه؟ تمام. تمام يا روجي؟ ايوه يا مستر. انت بس خد بالك انت عملتيها صح، برافو عليكي، بس في الاخر خالص انت عملت روت 8 روت 2 بس ما طلعتيش الفاليو بتاعها، بس انت ماشي. اللي بعده بيقول لي هنا هاف روت 20 ماينس روت 5. دي سهله خالص، الهاف بره هيتكتب هاف. طيب روت 20 لازم اخليها نمبر نمبر تاني بس يكون ليه سكوير روت، يبقى اخليها 5 تايمز كام؟ 4. انا ممكن اخليها 2 تايمز 10 بس ولا 2 ليها روت ولا 10 ليها روت، انا بدور على نمبر يكون ليه روت، وفي نفس الوقت عايز استخدم دي روت 5، فاخليها 5 تايمز كام؟ 4 ماينس 10 روت 5. هنا الهاف بره زي ما هو، دي 4 جوه الروت، روت 4 بكام؟ ترجمة 2 يبقى روت 5
ماينس هنا 4/5. هنا هاف مع 2 تايمز الهاف تديني 1، 1 روت 5 اللي هي روت 5 ماينس روت 5 تديني الناتج بتاعتي. اوكي؟ في حاجة مش واضحة دي؟ تمام. تمام. اللي بعده بيقول لي هنا روت 75، ودي حلينا شرحها امبارح معانا اخر جزئين. قلت اديكم عليها تست نشوف انتوا فاهمينها كويس، تقدروا توصلوا للنتيجه من غير ما اقولها ولا لا. بس عادي مفيش مشكله. هي برضه كل الناس بتقع في واحد. هنا هنبص ال 75 ممكن اقول 5 ممكن اقول 3 تايمز 25. فدي خليها روت 3 تايمز 25 ماينس 2 بره عامل 5 وخلي 27. انا خليتها هنا 3 فغالبا هخليها هنا 3 تبقى 3 تايمز 9 بلس. بصوا بقى دي هخلي هنا هخلي الروت المفروض قدامه 3 بس جوه فيه فراكشن. اوكي؟ فانا قدامي طريقتين، الطريقه الاسهل ان انا اعمل العكس. اعمل العكس بمعنى ايه؟ ال 3 دي ادخلها جوه الروت. فلما ادخلها جوه تدخل بكام؟ تدخل باور 2 تدخل ب 9 9 تايمز 7. نرجع من اول السؤال هنا روت 3 تايمز 25، ال 25 الروت بتاعها برضه تبقى 5 روت ماينس هنا 2 تايمز 3 تايمز 9 ال 9 الروت بتاعها ب 3 يتبقى روت بلس هنا 9 تايمز 7 تديني كام؟ 7. يبقى دي 5 روت 3 ماينس 6 روت 3 بلس روت 3. يعني ده معناه 6 روت 3 ماينس 6 روت 3 تديني الناتج بتاعي. اوكي؟ هنا الفكره كلها التركيه كلها في الحته دي. ان انا اشتغل على ده. لو لقيت انت دايما بتكتب كده في النقطه عندي لو انت لقيت جوه السكوير روت فراكشن لازم تدخلي النمبر اللي جوه جوه الروت بس يدخل باور 2. زي ما احنا عملنا هنا العكس، طلعنا مثلا هنا ال 5 طلعناها بره 25 طلعناها بره الروت 5، لو عايز ادخلها ادخلها جوه ال 25. مفهومه الجزئيه دي؟ ايوه تمام، بس هو الطريقة اللي انا عملتها يا مستر طلعت غلط لا يعني. صح بقى صح طب اوكي ثانك يو. هي عملت ايه؟ بص بقى الحبيبه هي عملت ايه؟ هي عملت كده، عملت هنا 3، عملت هنا 3 طيب روت 1 اوفر روت 3. اوكي؟ اوكي تمام. فهي معناها 3 اوفر روت 3. بس دي الاوبس دي هنعمل ايه؟ هنعمل 5 روت 3 فوق روت 3 تحت. روت 3 فوق 3 بيديك 3 تحت و 3 روت 3. هتلاحظ ان الروت 3 راح مع روت 3، قصدي ال 3 راح مع 3 بقى له روت 3. هي عملت اللي هي نفس النتيجة. مفهوم يا حبايبي؟ تمام. هو ايه اكتر جزئيه في السيشن بتاع امبارح مش فاهم؟ يعني اكتر حاجه حسيته ان في صعوبه فيه. لما بيبقوا كذا نمبر جنب بعض فلوت واوبريشن وكده انا الحته دي بتلخبطني. اوكي بتتلخبط. انت اعتبري كل واحده فيهم مساله واحده. تمام. مثلا الامتحان عشوائي جدا ماشي ادي 2 روت 2 بلس روت بلس ثيرد روت 160. معاك الكالكوليتر؟ واحدة واحدة ادي 2 بره 2 واحد طيب
روت 18 دي نشتغل عليها ازاي؟ لازم اخليها نمبر تايمز نمبر يكون واحد فيهم ليه سكوير روت. هي ال 18 دي الفاكتورز بتاعتها ايه؟ 1 تايمز 18 او 2 تايمز 9 او 3 تايمز 6. هي حاجه من دول. انا هاخد ال 2 تايمز، اشمعنى؟ عشان ال 9 سكوير. مفهوم؟ طالما دي غالبا دي 2 في الاغلب، هو مش دايما بس هو في الاغلب. هخلي دي 2 تايمز سكوير. اوكي بلس السير دي كتب زي ما هو بس بس السير بتاعي 162 تايمز كام؟ اعمل ديفايد 162 ديفايد 2 يديني هنا 81. نشتغل على مسألة واحدة ال 2 بره تايمز ال 9 دي الروت بتاعها كام؟ 3 وهنا روت 2 بلس 25 عبارة عن 5 روت 2 السير هنعمل بلس السير دي كده تايمز ال 81 الروت بتاعه بكام؟ 9 ده يبقى روت 2. نعمل السمبلست فورم هنا 2 تايمز 3 6 6 روت 2 بلس هنا 5 روت 2 اوكي بلس السير مع 9 تديني 3 انا وانت ديفايد 3 تبقى 3 كلهم بلس وكلهم بوزيتيف 6 و5 11 11 بلس 3 اديني كام؟ 14 بس دي حاجه مش واضحه. لا سلام طيب هو انا مش هشيل البيج مكان البيج اهو واكتب لك سؤال ممكن تطبقوه يلا بسرعة نشوف تحليل الجزئية اللي مش فاهم. سؤال سيمبل خالص يعني مش صعب. يا مستر الصوت مش واضح. صوت مش واضح ايوه بعيد. كده كده سامع تمام؟ لا اقرب شوية بس. اوكي كده سامعني تمام؟ ايوه اوكي ممكن نحل ده. ادي الاكزامبل المحلول وادي واحد بسيط سهل ممكن نحله ونطلع الناتج بسرعة. ممكن نحاول في الفيديو نحاول في الفيديو ونركز في السكوير روت والكيوب روت. اوكي ركزوا في الفرق بين الكيوب روت والسكوير روت عشان في نمبرز ليها سكوير روت وفي نمبرز ليها كيوب روت. يا مستر هو احنا نحل المسألتين؟ ايوه عايز اشوف هتوصلوا للثانيه دي ولا لا. اوكي الأولى دي سهلة خالص يا جماعة.
حد خلص؟ انا نقول خلصتها بس تانية لسه. حاسه ان انت عايزك بس تفرقي هنا في الجزئيه دي بين دي ودي. خدت بالي. فاضل 2:30، السيشن هتقفل، فنحتاج ابعت لينك تاني. يا لوجي فاضل لها قد ايه؟ أنا في الثانية. طب انت نقلت السؤال صح؟ أهو طيب انا هبعت لينك تاني.